السلام عليكم يا حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله النهارده نقطع مع بعض الكرنب المحشي، هنسلقه مع بعض ونقطعه بتقطيعه حلوه وجميله، هتستفادوا منها خالص، مش هتندموا ان جربتوها، مش هتندموا، دايما هتقطعوها على طول، هقطعه قدام كرنب البلدي بتاعنا الفلاحي اهو، كرنب حلو خالص وجميل، هقطعه قدامكم اهو واوريه لكم. الكرنب اهيت قلبها حلو ماسك بترين اهي، هقطع الورق الاخضر ده، مفيش ورق كده بنهدر فيه خالص، الورق الاخضر بنحطه للطير، والورق اللي في القلب بتاعه ده هو بنقطعه ونعمله مخلل، مفيش اي ورق فيه بنهدره، بنستعمله على كلته. هقطع الكرنب اهي قدامكم اهي بطريقه حلوه وسهله خالص اهي، بسم الله الرحمن الرحيم. هيا يا حبايبي دوري بس السكينه كده وتلفيها كده اهو، هوريهولكم وهتشوفوا اهي تبقى قلبها فاضي من جوه كده اهو، وانا مقطعه اهي، مقطعه غيرها اهي، قلبها فاضي وحلوه خالص اهي، وبطلع القلب بتاعها خالص بحالها، الراس بحالها اهي، كل الورق اللي جوه ده اهو اهو يا حبايبي فتحت اهوت من جوه فاضي وحلو خالص اهو، والقلب بتاعه انا بخلع الراس بحالها اهي، والقلب بتاعه اهو بقطعه اهوت عشان نعمله مخلل اهو، هقطع كمان واحدة قدامكم اهي، بسم الله الرحمن الرحيم. ده يا حبايبي هسلقه قدامكم ووريه لكم التقطيع بتاعته حلوه خالص، اوريه لكم خطوه بخطوه مع بعض اهو، كل القلب اللي فيه ده اهو هنعمله مخلل اهو، ومتقطع كله تهوت ما شاء الله عليه، هسلقه واوريه لكم اهو مع بعض. ميه بتغلي يا حبايبي اهي، هحط فيها معلقه ملح كبيره اهي ومعلقه كمون اهي، الكرنب اهيت هقلبها بالناحيه دي اهي وانزل فيها بالميه اللي بتغلي اهي، اول الميه ما تبدا تغلي كده هضيرها الناحيه التانيه ونطلع ورقه بورقه مع بعض اهي، اهو يا حبيبي هنلفها الناحية التانية اهو، بسم الله الرحمن الرحيم ان شاء الله، اول ماي ما تغلي هتبقى تلاقي بقى الورقة تبدأ تطلع لوحدها كده اهي، حطوا بقى الكمون عشان الكمون يمنع الغازات وكده، والملح يدي الكرنب طعم. ويا حبايبي بدأ الورق اهو ان شاء الله اهو اهو، تبدأ تطلع بقى لوحدها اهي اهي، بسم الله ما شاء الله، اول ما تحسي بسخونية المية شغالة اهي ما شاء الله عليه، الورق الكرنب بقى بتاع الشتا ده ليه طعم تاني اهو يا حبيبي اهو، الكرنب الورق او بيطلع لوحده اهي، اول ما تحسي بقى بغليان الميه تطلع الكرنب الورق لوحدها اهي ما شاء الله عليه اهو، هنشيل بقى القلب ده اهو مع بعض اهو اهو،
وهوريك كرومبة تانية اهيت. ايه وما تغلي هتقلي فيها الناحية التانية ونعملها مع بعض. يا حبيبي نغيرها بدل الماء تغلي اهي. اهو يا حبيبي نسلق مع بعض اهو. يستنى عندك ويتخزن في الفريزر من السنة للسنة. الورق بيطلع لوحده اهو. هقطعه واوريه لكم اهو. ان شاء الله عليه اهو. اهو يا حبيبي الورق بعد ما سلقته اهو ورق حلو خالص اهو ما شاء الله عليه طري خالص اهو. هقطعه قدامكم اهو. هتمسك الورقة من ورا من هنا العود كده اهو. اي بسم الله الرحمن الرحيم. اي هتيجي ماسكة الورقة اهي. اي يدوبك هتلفيها كده اهو. اي وهتبدأي تقطعي على قد الصبع بتاعك اهو اهو. وريكم كمان ورقة اهو. اي ورقة حلوة مفيهاش ولا خرم ولا مقطوع ولا اي حاجة. هتمسكي بس من ورقة كده اهو من ورا العود كده اهو. ده العرق بتاعها دي اهو اهو. وهتمسكي الورقة تتنيها كده اهو على قد الصبع بتاعك اهو اهو يا حبيبي اهو على قد الصبع اهو. هتمسكي بقى الورقة اهي. ايه بسم الله ما شاء الله الورق اهي. هتقطعي بقى انت على اهي على قد الصبح. بسم الله ما شاء الله عليه. بص الورقه بقى عامله ازاي اهي اهي. قطعي على انت على قد الصبح اللي هتلفيه اهو ما شاء الله اهو. او كل الورق الاخضر ما تهدريش منه اي حاجه اهو. اللهم صلي على النبي اهو. هقطع معاكم كمان ورقة اوريها لكم اهي. هقطع معاكم ورقة تانية اهي اهي. الورقة اهي هقطع لكم. هاخد العرق ده من ورا اهو وكله هخلله اهو يا حبايبي. هتلفيها بس كده اهي اهي اهي. هقطعه بقى كله وفي الاخر اوريه لكم اهو ما شاء الله عليه. السلقان بتاعه حلو خالص اهو. اي ورقة صغيرة كده اهو تسيبيها في الاخر هتحتاجيها فما تهدريش منه خالص اهو يا حبايبي. الكرنب اهو سلقناه مع بعض وقطعناه بسم الله ما شاء الله عليه اهوت بالهنا والشفاء. ولو عجبكم الفيديو بتاعنا ما تنسوش تعملوا لنا اشتراك ولايك للقناة مطبخ حبيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.